لك شو عم تعمل انت هون؟ شو عم تعمل؟ دينا لو سمحتي بتهدي وقت تحكي معي بهالطريقه لانه هذا الحكي ما راح يجيب نتيجه. وشو هو الحكي اللي بيجيب نتيجه بالله؟ لك حسخي بدنا البنت لسه عم تدعي مثل كانت طلعت. شو صار؟ ما صار شيء والله ما صار شيء. بكره بلاقيني شيء واحد متوفي امه وبروح بوقتي. لينا لا تكبل القصص، انا وانت بنعرف منيح انه مو هي المشكله. خلاص ابقى في انا وانت ابقى في مين قاعدك. روح يلا 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 خلصني. يا لينا يا عزيزتي ما بصير هيك، مجنونه انت. لك هي عني ماني ضايقتك ولا ضايق اخواتك ولا ضايق احد منكم. لا تبعت اليوم مثل البومي ما اوفى راسي. خلاص طالع مقبول. ايه دخيلك خدوا اهم شيء التلفزيون تبعك. كمان كان ناقصك مصايبي. بلا اكل هوا. شو عندي يعني دق الدهب؟ خلص المهم هلا انت تروق. اروق؟ غيري والله لا حتى حرمه شوفت بنته. والله لك خليه يركض ويرجع لعند هالسرماية. هلا بلشتي تجذبيها، شو هي تحرميه شوفت بنته؟ ما بعرف، عم بلعي عم بلعي، مالي عرفانه شو عم بحكي. عيني بتروحي بتحطيها عنده وبتشوفي حياتك، ان شاء الله مفكره تخليها معك مشان انتي تنبلي فيها وهو يعيش على كيفه بقى، وتجي بعد 10 سنين تترجيه ليعطيكي مصاري تصرفيهم عليها. روحي شوفي حياتك وشغلك ودراستك، حشي له اياها. لك شو هي اللي بدي الحشا؟ عم تحكي عن بنتي مو عن الكنباية. تصطفلي بس شوفي بكره اذا طلقك منين بدك تعيشي؟ انا اللي بدي طلق. مو خلاف يا ستي واخذتي البيت، منين بدك تعيشي؟ اه من اهلك؟ إيه اذا انتي ما استرجيتي تقولي لهم على اللي صار، بعدين بتروحي على الجامعة بتكملي دراستك ولا ما يرجعوكي؟ هلا مو وقت الحكي ريما، خلص خليني ارتاح انا تعبانة كتير. يا لينا صرنا 3 ساعات قاعدين عم نلعب نفس الموضوع، وهي عصبتيها لأماني وخليتيها تمشي زعلانة، وانتي بتعرفي منيح انه هي ما بتقدر تطلع من البيت الا بمعاملة. يا حبيبتي يا عيني برجع بعيد وبقلك من الاول، هذا هو الزواج. يوم بتحسي حالك بتحبيه ويوم بتندمي على الساعة اللي عرفتي فيها، ويوم بتحسي انه حباب وما بتستاهلي، ويوم بتحسي حالك انك عم تعطي تعطي وما حدا مقدر ولا بكلمة الله يعطيك العافية. بس كمان يا لينا هيك ما بيجوز من الله، اذا عطالة والنازلة وعلى كل نقرة بتقلي له طلقني بكرة بيطلق، شو بتعملي بحالي؟ انت مفكرتيني عم هدد؟ ما انا عم بحكي عن جد، وهي اكتر مرة بكون فيها جدي. كم مرة صرتي قالتي لي هالجملة؟ ايه لا كل مرة برجع كرمال لانا، بس هي مرة مالي قدرانة تصو، برجع بقول حرام البنت شو ذنبها. طيب كيف ما بدك برري قعدتك معه، بس نسي لي قصة الطلاق. ما رح بقدر اتحمل. انت عم تكبري القصص يا لينا، عم تكبري القصص كتير. احكي لك عن عيشة رامز واماني، لك ما صار لساعة قدامك قاعدة عم تندب عيشتها، لك والله لتشوفي عيشتك عسل قدامهم. ايه شو صفي كتار؟ ما صفي شيء. بدك تقلي لي عيشي مثل باقي هالنسوان؟ على القليل ما عم يتجوز عليكي. بس انا مو مثل باقي النسوان، انا مجنوني، عقلاتي جوزتين بخرج. بعرف انه رامز في 100 علي، بس على القليل ما عم بخونها لاختك. يا ريتو كان عم يخونها، لسا احسن. لك شو بدي اقول لك؟ لك رامز ما بيفرشي اسنانه. ايه اماني بتقرف منه ومن ريحته. لك حاج بقى حاج، قلي له الباقي بعدكم اللي عندي، انا خلاص ما بقى فيني اتحمل، قلي له حل عني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لينا لو بتتمي من هلأ لبكرة الصبح عم تقولي لي إنك ما عم تقطي، أنا ما رح صدقك. ها لأنه لو الحكي مزبوط كنتي هلأ قاعدة ومبسوطة إنه عم بيخونك وحالل عنك. أنا بعرف إنه سعد في يوميت عيب، بس كمان الزلمة في يوميت منيحة، على القليلة كريم ونظيف وعازدك ومحترمك قدام الناس وقدام أهلك. بعدين هي قصة إنه عم يخونك مع إنه ما أنا خارطة مشتها. يا ستي على فرض عم بيخونك اعتبريها ضريبة. ايه ضريبة رفاهية، ولا مين قالك تاخدي شاب على وشه شوية ضو مثل اخي؟ هي معادلة بسيطة. معادلة وضريبة؟ ايه لك ما احسنت حاولت وما احسنت. خلص لكم طلقي هلا احسن من بعدين، واذا بدك انا اليوم بحكي مع سعد. انا بدي امشي تاخرت، طلعتوا لي روحي.
مرحبا. شو؟ ممكن تطلع فيني؟ لأنه حاسس حالي شفاف، ما حدا عم يشوفني، ما حدا عم يحكي معي، ما حدا حاسس بوجودي. وطي صوتك. شبعك؟ ما فيني شيء. رجعت على الشغل هيك وكأن شيئا لم يكن. لك يا زلمة ما حدا التكش فيني. نعم، شو بدك أحسن من هيك؟ ما بدي شيء. لا بدي شغلها ولا شنو؟ لا بدو ما في دش لسه ما ركبت. هي معلي على الأرضية على اللي مش بالسوق. هيك يا حبيبي، في عندك شيء؟ تفضل فوت. للمرة الألف لا، أنت هيك يعني فكرتيها شغلة سهلة. أنا بعرف بعدين شو بده يصير. بعرف إنه شغلة صعبة بس أنا حاببتها. حلوين ما؟ أنا بدي أقدم شان المسابقة. زميا أنت بتعرفي إنه أنا فيني عرقل لك إياها برياحة. لا تخلينا نعلق مع بعض قدام العالم. بعدين مالي فهماني بشو زعجك شغلة؟ مو زعجني بشي، بس مضيفة جوية بتسافر كتير وبتقبض أكتر وكل يوم ببلد، والأهم من كل هالشي أنه أنا بحبها. حبيبتي مضيفة جوية بدك تضلي طول عمرك مشنططة. وليش كنتي تشتغليها؟ ما عم بستحكم. تعي ساوي لي يا هون. أمي مو معقولة لهالدرجة أنا زبالة. هو علينا لك شبك، رجعنا لنفس الموال. فيني أفهم ليش كل واحد بهذا البيت بيساوي اللي بده إياه إلا أنا ممنوع. ما فيني ساوي اللي بدي إياه، لك حتى غرفتي ما فيني رتبها. إيه لميا شبكي خلصت بقى. أمي بتعرفي ليش ما بدك يعني يصير مضيفة؟ ليش بقى؟ مشان ضل طول العمر قاعدة بخلقتك، ساوي اعملي بطخي، حدا عم تتأمري عليه، جوزي اتطلقي، لك مش هي شغلة واحدة أعملها أنا مقررتها، لك حتى الدراسة ما خليتيني أختار الفرق. ماشي، بس ليعلنوا عن مسابقة أنا رح أقدم لك طلب، وطيري، وقتلي بحالك على هالشغلة الكلبة، إي والله بكرة لتعوفي عمرك، بنتي وبعرفك، هي الشغلة مو لإلي، إيه أنا وطلعت روحي. أنا اللي مقرر. أوف، ليش كل هالقد كنتي معلية التلفزيون؟ أنا اللي كنت معليته. إيه قومي شعلي لنا شمعة. ما عنا نسيت شي، بس ما بعتقد بتطول، كل جديدة مقطوعة. رح أدق على جيراننا بركي عندهم. إذا بدك أنا بدق على أبو يوسف. أبو يوسف اف. ما فيني شيء، مرتاحة، مبسوطة، كل أموري تمام التمام. إيه بتجنن زهرة مثل العادي. إيه لا يعني أهلا وسهلا، إذا كنتوا لعندي أهلا وسهلا، بس أنا كنت مفكرة إنه أنا أطلع لعندكم على الضيعة. لا مو اليوم يعني هاليومين ثلاثة بجي لعندكم. إيه خلص ولا يهمك حبيبتي، مع السلامة، باي، الله معك. ممكن أفهم أنت شو عملتي؟ ما بعرف. هي ما عملتي شي يا زكية، أنا ما فهمت ليش اتصلتي بأمك إذا ما بدك تقولي لها إنه بدك تطلقي. يعني مو معقولة كمان دق لها لأمي إلا ألو مرحبا أمي بدي أطلق أنا وسعد. إيه لا مو هيك، بس على القليل ما هدي لها إنه في مشاكل بينك وبين سعد. المشكلة إنه أمي ما بتعرف إنه أنا وسعد بنتخانق، مفكرتنا الزواج المثالي. هلا شو بدي إلا؟ يا ويلي. شو بدك تعملي هلا؟ بدي روح الضيعة لعند أمي ومهد لها خبرها إنه أنا وسعد عم نتخانق، وشوي شوي 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 بخبرها إنه نتطلق. والله على هالحالة شكلك ما رح تتطلقي منوب. شو بلاقيكي سكتتي؟ أنا خلاص فضيت، صار لي عم بحكي بنفس الموضوع مدري أسبوع مدري شهر مدري من أول ما تجوزت. بدي نام، تعبانة أنا. يلا حطي راسك ونامي لأنه أنا صار لازم أروح. إيه لا مو حرزانة، بعد ساعة بتفيق لانا تأخذ الربعة. لينا فترة سيئة وبتتمضى، زمن بحل كل شيء، مو أنت دائما كنتي تقولي هيك؟ إيه لا مو أنا اللي كنت أقول، الست أماني. الله يوفقك، نامي عندي، خايفة أنا. خايفة؟ إيه بتخوفي بلد حبيبتي. خلص يلا قومي نامي وأنا بعمل لها الرد على لانا. شوفي وشك صاير مثل الأشباح، يلا قومي. والله شو عم بعمل بحالي أنا؟ قلتك سعد بيرجع بتصف فيني ولا خلص؟ يا الله بحبه وخايفة كتير، بعرف حالي إنه لينا
ما تزعلي مني بس يعني انا صايره شغلتي اتكرفت لعندك وانت ما عندك شغله ولا عمله الا انك تنقي لك. مشان الله لينا اعملي لك شيء رديت فعله وخلصنا بقى. ايه ها اذا انت رفيقتي مليتي مني معناته كان معه حق سعد. يا الله رجعنا من الاول.